أيت مس مسلم نويوش تنبرين صفو مرح بس جومي تتشلت بلات نباع ألسانخ الشي قنش رايبها تدارت الشي قنش رايبها مع العائلة النخطر والنخصة غنعاد نريح معيز عليك تلسنانخ في تشرم بكري تم دورت بكري العوايد بكري مشتوغين تدرن تام جيدة تدارت آخر من الغابت قاع عون العوايد وبهان سري اللي نتسلات نتيز عليك النخ أسو أنا جيو النغ نويتيد باش كانت جمعة سيك تقيمي تبها أني سيولس العوايد أن بكري أني لن ينضع يزوى أني لن يقيمد أني لن نخسد نرتيد يقنوي ول أتنسيو القعفة والتراث العادات التقاليد أن بكري مرحبا سيشو ألسان غصوص دو عزام أن بيسيسن تطفي ألسان غصي غرمان دت غرما أن بيسيسن أزل ألسان غصي تمورا دي موشاني تزويد أن بيسيسن تيفوت ألاس يسلمد ألاس يسيفا ويبريدن تنوبا ألسان غ تاورت ترزم فولاس في زمولن إذا غيت ما يسمى نرحب سيوات نغي لأن نتمنى نقي معاس نملاقى معاس أمش لك مشو نتمنى ما سلم أكيد تمنى ما سلم عندي وات نغ للأستاذ الحاج موسى محمد خبزي سيد الحاج موسى مرحبا سيدي الله يبارك فيك يعطيك الصحة شتي كل ساعة تفكر أنا بسي بسي أموني الله يحفظ الواجب نرزمك الطاقت يعطيك الصحة سندها مية سي ولي ابتسامة والتصاي وخاطر سيني غنطور مقدمة بلي أنا ريح معي زعلك دي مقرن تعلق دي نيدي نشز دي غلي غداو السار ما قلت لي داو السار لكن زدي غلي الشباب ضاف الزر ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة قسم يعطيك الصحة الحاج موسى رباش يحفظ الحقيقة ماشيني اشتي تشلت نخسن دول بصيغ البكرين غندول العوايد غندول الوسان غادي زعلاك خاطر صون التاريخ والعادات والتراث وصات نتفكر ازمولن نواد مصاب ازمول نغلان يعني ازمول نتزاير التراث نتزاير كاع صات تفكر العوايد بكري تفكر المشايخ تفكر دي زعلاك الوالدين تفكر المراسم ما سنت ثمان بكري يا كامون نسيو اليوم عاش المناسبات بلا تتشلتو الحقيقة حاج موسى من بين الوسائل إلا كان ممكن نسمى إلا سيود نتانغد العوايد نبكري سيود نتنت كوسائل إعلام نحافظ نتنغد هلانت نخسيود نتنت خاصة نعم. الجيال أين الدروس نت مجيدة نعم سادين يغ دروس نت مجيدة يغلب المشايخ نغ تغين تجان دروس تمجيدة تغين سادين السوالي تسيوك الموضوع عادي يذكر ممكن يكتل عادة العوايد نبكري سون دروسو دروس الشيخ بيوض رباطي رحم شتي يعطيك الصحة تجي المجهود أي بها تجي لي قنشرة متميزة قلت المبادرة تبها تبيد تفرز الدروس من الشيخ بيوض تسوف غدا نغبسيس يغرب العوايد صح قبل ما غنزل العوايد كذا أنزوا غلجوني ان الدروس من الشيخ بيوض بكري تمجيدة شتي يعني تلاكيد مخضرم تلاكيد مخضرم تلاكيد كاع جار الجيال ياك تحضر دي المشايخ مزوار الشيخ بيوض تحضر داسن تحضر الدروس وانت مجيدة حكينا غبسي في الجونين بكري تمجيدة الشيخ بيوضين اللي كنتني نغمس الصوت النية وحنحني دكدا بارك الله فيك يعطيك الصحة شيخ تريد أنا غيمارو سمكت أني 60 عام ولا 70 عام 60 عام ولا 70 غلدفر مارو الوقت تغي مثلا ديما نفكر مثلا أغلا يعني هرمي معناها كاع تمجيدة السيجورة حتى يعني معنويا وماديا تمجيدة تمجيدا انتهت جبال يعني تبكلوا لغايه نجي نقرا خلاص معماري ني غرمان ديما ديما يعني رمزيه سجنا الور اسم الدروس قبل شي نتسلامي شي يعني نلحق مع المدرسه زاليت نجو باقي قبل المدرسه زاليت تمجيدا نوامن تغلاش تريتي الشيخ بيوت اسم غرز الوقات لو سوجرنا يحفظ وجارنا غرز الوقات تغي تعتبر داس عزم حلقات الدروس يعني دروس المعهد دروس التفسير ومع الكتب يعني البخاري شرح البخاري العامه الى اخره من بعد يعول سي عام 35 1935 كيبدا يشمر في تفسير القران الكريم يعني يتغرس اللغات قال تجلس بعد توب
الصيف جرجرة طاوزين خيموشان سباينين من بعد مع ميدنا عاد توسع الغابة تاع سافر عاد يعني الاشغال عيط جا زرجيت نلحق شي مرة تقريبا بسي بسي جرجرة طاوزين مي الكثرت نلحق جرجرة طاوزين اي نعم سمالاين لقايلتني قبل طاوزين اي خاطر توغي شي مرة السم تاع توغي يعني غلان بكري جرجرة تجن توخر انت تقيمك الساعة تي طاوزين برك ايوا قرنس تي زارنين من بعد ساعتين التسمار جرجلة تيم كراز تيو ساعين من بعد جرجلة تيم كرازين من بعد ناس تاكزين دائما دخلت ميمي خاطر ميد نجون الغابات ولا دائما ديالي خطرتك دخلت نجي لهيا مليح هذيك قيمة مثلا تاكزين الربعة عندي لي ثلاثة مليح تزرن جرجلة تقيم مارو عين الساعة تني ماشي مارو غالي مارو تفن العاد تون رمضان إيه. رمضان ديما توخر نصلي تال باش تجي المجلس نجر نختني توعظيس من بعد درجات نلحق درجات درجات من الميمان تلوق بعد تنت بعد تنت نعم بعد تنت خاطرني مارو بدا نسي قبل من بعد تغاري تنباتاتي ويت ندوني توسع منش قال انا نبي نسمونك سوا زعما القران نوعد سنبيك 10 دقائق غنصبر معليش انا بدا تحل نحل المدن بكري خاطي التقليد كاع تزار لي الشفع الوتري التقييم لي وعزام وعزام معناه الدرس الدرس ساعه يعني الشيخ بيضا بيبري لا موان اسما كاع سي الغاسن تقريب سي 55 دقيقة ساعات تدور بلا يعني عادي يعني لا يعني تعادة إيه. درجي لاش بات ساعة وربع أما ونين دقاس العيد يودي أربع سوايع إيه. يودي ست سوايع بدنا نسوج يعني بدنا نتفرج سوايع الدرس نعم أبابري أما ونين أربع ساعة حضر غاز إيه. ليتني لقمان إيه. المهم عادي مارو ولدي مارو العامت إيه. تغي تدرس الحلقة من بين حلقات المعهد تغي بعد ولدي مارو الطبقات عادي مرض تفسير غرش ديك كرشو سليمان رباط يرحم من بين سيد كرمه في الشيخ بيوض ناش خاطر كي الشيخ بيوض حكم عليه بالاقامه الجبريه في الاربعينات اكثر 4 سنين 3 سنين وشي غريب ان سنين 3 سنين قيمته مدينه تولد في النفع اللي درس التفسير خاصه يوشو يمنسي درس التفسير خاطر في البلاغه في الشريعه خاطر كنت وكنت في الباب وتفرز مزيك ندوت بلا إيه. خاطر التفسير سخاتي مثلا كلمه ما يتقصد لا يشرحها من بعد يسقطها على تسقط مر في المجتمع باش هذه دواسيس الانترفيرون معناه الاختلالات نعم الاختلالات اللي فرقتني دو ابري شي مارو دروس يرجع لك من بعد غادي قدا ديما العقل خاطر سيتو الصيف خاصة الصيف توعدي دوكانتني رباط يرحم تكلعنت واستغهامي هذيني غلت تاريخ دوكانت تلاتي السحم نوجنا ولا غنتصور نتسقدع الفرماج تقيمة ديس باش تسن المدن تمشي تزعلوك تزعلوك ديس دوكانت تجنا نقلعنت هذيك قبل مقبل داك دو عساس باش ميدنا تسلن اما ديتي زنان مليح ايه قبل واسول غرسكت 60 7 6 ركبار زوغاز هذيك واحد من 10 سامي قلعنت اني حما قدمه للسات رباط يرحم المهم سغادي خدا عاد سيتو 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 ترسيتي تسجل المدن تشمر بعد سغادي خدا غادي ختم طلب ربي سجل منك دقيقيت باش ما سغاد فرونتيز نان كاع هادي وتي مارس تززوت نقصودات الميكرو يعني سرحت سرحت اي نعم خاطر كمل التفسير انت بدات لنا عام 35 ال وقل 14 اوت بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المهم علي مارو ولدي مارو اللي عامت تغيد دروس الحلقة من بين حلقات المعهد تغيد بعد ولدي مارو الطبقات علي مارو التفسير غرش دوك كرشو سليمان رباط يرحم من بين سيد كرم في شيخ بيوض إنيش خاطر كي الشيخ بيوض حكم عليه بالإقامة الجبرية في الأربعينات أكثر أربع سنين ثلاث سنين وشي غريب إن ثلاث سنين قيمة مدينة ولد في النفع اللي درس التفسير خاصة يوشو يمنسي درس التفسير خاطر في البلاغه في الشريعه خاطر كنت وكنت في البابول تفرز مزق ندوت بلا خاطر التفسير خاتمة كلمه ما يتقصد لا يشرحها من بعد يسقطها على تسقط مر في المجتمع باش يدي دواسيس الانترفيرون معناه الاختلالات نعم الاختلالات اللي فرقتني دو ابري شي مارو دروس يرجع لك من بعد غادي قضاء ديما العقل خاطر سيتو الصيف خاصه الصيف توعدي دوكانتني رباط يرحم تكلعنت واستغامي غادي نغلق التاريخ دوكانت تلاديس الصحه من وجنا ولا غنتصور نتسقدا الفرماج تقيم هاديس باش نسل المدن تمشي تزعلوك تزعلوك ديس دوكانت جنا نقلع انت غادي قل مقبل داك دو عساس باش ميدنا تسلن اما دايتي زنان مليح ايه قبل واسول غرسكت 60 7 سي تركباز وغازاديك واحد من 10 سامي كلعنت إني حما قدمه للسات الباط يرحم المهم سغادي خدا عاد سيتو 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 رشيتي تسجل الميدن تشمرن بعد سغادي خدا غادي ختم طلب ربي سجل منك دقيقيت باش ما سغاد فرونتيزنا كاع هادي هو تيمارس تززوت نقصو دارس الميكرو يعني سرحت سرحت اي نعم خاطر كمل التفسير انت بدات لنا عام 35 وقال 14 اوت تورداني اوت 61 غير مسجل ترسيتي خاطرش انا ترسيتي مليح وانما مؤخرا هاي اللي كتب بشرى قلت التلاميذ درت شيخ حمو فخار بغيت يرحمي تبغي تسجل ياس دي مارو وسواقين الاستاذ مصطفى باجو يلخص يعني سفخت الكتاب اني لا ولد تسجل وقت الشيخ بهم من الغريب يعني السبت اوت عام 61 يبدا التسجيل ترسيتي يبدا سليتني غريب يعني غريب 71 الإسراء ولقد كرمنا بني آدم
يعني سي وتربي عاد بنادم يسجن غير ترسيزيو يبدا السينما يعني يعني المحفوظ من ولقد كرمنا معناه 32 حزب و 80 كاع مسجله ايه هاي توني الله يبارك بها ماشي تنيد تسمي داس الشيء دعزم 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 طول يعني مد نستفاد انا والمنبر اللي نتمشي له يسعزم يعني اسمح يا قاسم ساعه ساعه مثلا هذه غاب خاصة الكلفة يعني كاع المشاغل ساعة غادي ياس عقل ديما طاكزين قبل غادي يسقام يطاكزين اديني حمال اديني واحد سيا الا عزم السو لا روبريز معناها شو تقيم اما يقرا عمري يقرا الدرس يقرا الا عزم شتو شتو برد مورخ نقرب تعزم مورخ ما نسوي خرج الدرس يبها ايوا يعطيك الصحة طريقة الدروس الشيخ بيا تما إيه باختصار نفتح يعني الشهيد باش كنتفرج إيه ونشرب لا ياك اين نبرتني دوي والني داين وحنحن النيد اين إيه كاين غبسين الجو اي غريب يعني الجو انت اول العدوس عند حرش مع داد الصيف شي مثلا المحارب مثلا عقل وخني يبدا انت الخطب الجمعه قرص طفات طفات الرياشات واللي قبل اللي قشها نشي ما نكت يعني غلي مارو اتذكر براسو سعيد المرموري نادى عزب غيمار ولا غاسكا 15 يوم قبل واسو الى الحاج موسى بتا يفكر سي كو على عيط واحد انت شيخ بيت واحد دوك عساس النجم اسما تمجله غرس تيسونان تا شرقيين نو تغربيين برك ميدن تالين ما لا نشيو الحضر غاسني عند دقيقه اثنين نسجهم باش تفخنا نقدر تيزنان داك السجهم لو سي يعني تخمل التسجيل يا زكا يا زكا قلت نسمى براسو احمد بوغرينا تلباتنا اسمع انت الناس نور انت اسمع روحنا خاطر تسمى العربيه تغرب وجارنا ما يتعزم ما يسمتش يا ويا الجسم يكمل الشيخ بيه يكمل السواس الجد صفات ربعة الله اعلم عشان يسم الانساب الناس ما يتعزمن الناس كيعزم حمق قسم القران الناس بتين تا جدا نتفسر الانجيل الزبور مليح يعني تشويش انت البتا سعيد ولا فيليس كاع الشتش يا الحاج موسى كل ما غادي يرقب يقني وليد الساد يقلم يقلم تجي حيا الصاد حيا الفلاح الشيخ بيقول لي تولي تنتبه اي انتبه اسمع غير نقول لي يشوشت يشوشت توني اما حنا حنا سي باين من يعني من متساكنين الى معانا قراره اي لا غرس هذيك قبل 2015 إيه غريب يعني زعلوا كيها يتوغد الماسون اي لحق اختي تخدم واحد السيد توجد النت يتوغد معاه فلاش ديسك اي الدروس سعد النابلسي سعد بتا من بينها الشيخ بيوت اي اسمي ما مارو اي مارو الله ني خاص سيدي راك تبع في الشيخ بيوت ني ما يختنيش ديك تحنحينا ما تعاودش اي سبحان الله إيه تحنحين تحنحينتني اللي ما كانش لي حال وبعد نقنوي ونشد خاتيني غير التاريخ اني الله يرحمك الا يديم من خاطر ما خالتي عايشه كاسي الناس اني دم الله يرحمك خالتي عايشه انت وابنك يرقبها اللي يموت بعد قدان عام سمعني غاس تسر رحمت خالتي عايشه يحكي يا اخي تنفوس كيفاش صرات يعني وجد وقت وانما من العاود يعني خالتي عايشه ماماس الشيخ ما الشيخ انت وابنك اي الله يرحمك يا خالتي عايشه وانت وابنك وانت وابنك نعم يرحم الوالدين الوالدين غليمارو 2015 ينام عمر معنا حتى مدينت يعني بس فلتوز كونفوسكم الى الخير كل مشان الحمد لله ربي إيه؟ يحفظ يعطيك الصحه مشيتني دين تحنحين تندي غير سكت الرهبت غير سكت إيه؟ يعني التربيه تدخ يعني مشيتني دي لاحظ شرانا غير قبل شهر اي يعطيك الصحه اما ساعات مثلا ساعات توجه خاطر سقي من السادس مثلا طلبه معروف اسم المعهد والشيخ تشبح من عاشور يتلقى بين مول خراسات باش يتسلد السو الى اخره يقال انتم السؤال لكم توجه للخطاب لكم يشوم الطلبه خاصة مع مثلا لفظة أدبية تعبير شف تعبير يعني أدبي يتبه يعني الهمس تجنس يعني غريب يعني الإعراب النيل تأخير الكلمة تقديم الكلمة المفعول به صار يدخل بابو وتفري مع الطلبة هم هي الطلبة منش النظام نريح الطلبة ديما الزسات الكثرة الكثرة ديما الطلبة الزسات طلبة خاطر يعني نسيت نقول الحلقة سي الوقت الحلقة يعني إعادي مارو مثلا وقت السبعينات تعتبر كدرس درس التفسير حضر حضر صاحب المعهد من بعد شدت شبه من عاشور كمراقب يتلقى بين مش الخلاصة بتن تسول باش يدرك على الاقل حضرنا واحد الواحد المواقف قمنا جد البال دروس الشيخ بيوت تاثرت سيسن اما تحضرت نغلط تحضير تسلتن مثلا بعض المواقف المناسبات اما يتاثر يغلب مثلا والسنغ يعني قلنا
يعني سؤال امون يسد على تفكر خذ هاي مرو خاطر ديك ذكرت شي وجار يعني قيم مع سجار ما تنتوني عقل خفص وحدي خاطر تحكي ظهري النغمة شني تقليل اديوي مثلا تكرضا قالت وزيد السوت يعزم سات ميدن يعني تعبير شوت في باتا هايل نونت الموقف سجار مثلا تفسير دم اللي جور بيان بصح الموقف سماني لاني يعني كنت في التمر تفديس في الديس الوقت نرفع التوبه في كين حد يفوق تو التبريت خاف اكلين التبريت الامام برك لا اله الا محمد رسول الله فلان لا في براءه المسلمين خلاص اما الحكمه انت اتوبي السني غادي سيدي توب دخل على سب دوغري قال لي توب توكزين لغرس مشان تبغي ربي تبغي مسلمان من بعد سي عاودت لي داس نرقبن على حساب لا فوت الغلطه نيجو بات الدروس دخل رقبن بالعنيد خاطر تختبرن معنا مدى تمسك انت تيتو بات يعاود يولد رجل يولد واش ان شاء الله الغور السما مسكين باين سا غادي يتشر يعني غريب يعني خاطر البراءه العكس من الحبس الحبس تعزل لحد هذا المنتقم يعني يلمد اما البراءه تعزل بنادم في المجتمع في المجتمع يعني تعشى مع سن بصح تيجي هذه تشري مارو مسمت ما نوتو بنديني سات ميدن فلان فلان عاود بتي تجي ديني مارو اسي الناس دي اتي سير دا وحدي اعطي واحد دا وحدي بعد تشري وتعاود توني مواقف يعني ميدن كاع نجي لنا مثلا الستينات السبعينات واسي قبل غريب يعني كنت في سبحان الله كنت في مؤثرة يعني مؤثرة عرض تربان يعني تربان انتو للسبب ممكن نجي ندير لبني نشرى اما باردون حضر غاسم شاوندر يعني يتساحوا لي دوبر نصص تربيت تغرين سلس دو جلاد امو فلقة فلقة حضر غاسم ربات يرحم ان شاء الله لا خص غادي سيولغ في خص ديني غضربت غمار وفي في الزر ايوا تو سيدي مار قلت فكرت قضيه اللغه هم يساول عربي الشيخ بيوض رباط يرحم بتد الحكمة انه يساول ستوك غرسانت يساول بسيس عربية نايلية تعرف نايلية يعني العربية النايلية اللكنة النايلية بحكم مخلطات بحكم بتد المعنس اش كم لغيك توجال يساول اون فرنسي اون فرنسي شحال مرة الكلمات اماس الدرس ديو تنت فرونسي طول ديريكت يعني وسون شي مثلا لو ترانزيستور نقول لافيون نقول لو بيرميسيون لوتوريزاسيون ديو تد يعني ان فرونسي خاصني كيما يقولوا ان فرونسي يجيبها قد قد وصل ديك واسي تغنى ايوا وصل ديك واسي تغنى الشيخ بيقول تغنى المولود تغنى تغنى طول يعني المولوديه جابها غنى ماهوش المولود اللي قرا تغنى طول اما يعني استعربت اولا لحكم كذكر ذاني لحكم نشاته ايوا خاطر انت وانت تي بلي جدي القائد كاسي ولاد بون اول قائد في حكم تحت الحكم العسكري لان اكبر قائد لان اكبر مده يحكم اكبر مده مليح تقريبا 30 عام اظن انت الولد الوقت اللي البيئه اللي تقريبا التراب غرس مليح ايه يعني ولات درتي دي الولديس زدف تقبلتي تدرت نجديس يعني مليح غلطني باينيها الور يرزم سي تاون زيني انت حكى خاصه وسيخ ديتاي ولي يعزم كتب الشيخ دبوز اعلم الاصلاح النهضه الحديثه هذه قبل لي ديتاي ني يعني غريب الور بحكم تشرد ديني بما ان باش جيز القايد دونك كاع ميد العروش تسناز دونك تقريبا ونسن ديما العربيه يكمل يكتب وقت بابا سيخي زواي ويت مع سلو صغار يعاشر ولادنا الجلفان حوالي الحساب سلجيتني أيوة. دونك يتاثر الوقت ما عاد يستوعب الدارجه وتقير دو غرسان ما كانش كاع هذه عاد من بعض من غلطان وثاني حمقى اناش خاطر يدخل يزك ذا لاش يتشرد مع سن ايه يتشرد مع سن حمار لك امر باباس ممس جديس من جي من كل جهه تاع يعني قح طول وانما النشاه المعاشره بيئتي التوريتورا بيئتني تشرد بيئتني يكمل دخا بما ان انجم بين المتزوجتين يعني العائله الحاكم ايه الور تسنس دي مارو غريب تو غرسن شاعر البلاط ايه معروف سيدي محمد بالحرمه من حصر من بريان قال شاعر صوفي اللي هو رغفس الشيخ دبوز ايه تو انت المناسبات من جماعه اللي تاود مثلا يتوصف خاصه هو صوفي ايه وانما يتوصف وعندي قال القصائد نتاعو قريب ايه الور امزوخ سوالف يوموني إيه. يتسلى الشعر يتسلى الصوفي يتسلى المناطق يعني يتاثر مع اثنين قال لي زعلك ديما استشار التعاون انت وانت صغار خاصه مسمس اصلاح ذات البين إيه. تحضر انت إيه.
لان بعض الدروس بتكتب ربي من بعض المشانتين والتقير دوني دقاري يعني فصحة غريبة يعني يهمني أن تحمق سمنو شاس ربي فصحة في اللغة العربية صح طوم زبط معنا بالفعل يعطيك الصحة. أنت في مروغ التورة حاج موسى باش كان الآن ربطي مروغ إيه نعم شهر تورة شهيت الدروس يمارو مش تسجل الفكرة أكثر خير خشيت لك التجور المجال التورة ما شاء الله بدي قبل غبش إن شاء الله هوني تسيل لنا ونبصمت لك تجديد المجال وتنسي وإن شاء الله للتاريخ هالشجر بي في ميزان الحسنات إن شاء الله ماش تفكرت التبيد يعني العادات والتقاليد من خلال دروس شيخ بيوت نعم توني تبهاء توني توني ورباغني هدا رباغني يغفر يعني من دخل في من خارج من نعمة متى دخل في نعمة ولا مشكور خارج منها ولا معرون شعور يعني قلت قلت تخرج من نعمة سيتو القرارة من كان في نعمة ولم يشكر خارج منها ولا مشكور توني لفهم تونا لفهم معناه خاصة نستوى انتج دروس شيخ بيوت بعد تنرس نو بعد السلام بعد توب بعد توب هذيك العشرة الله ونرقب مثلا غير تمشي لها لان نقول من ساكن دي موضه انت دوك دي مورال بعد وسر العجزه تفني ما نسناون الجو نسن كما تذكرني ما نسنت شهر لي باتري قلت قلت من بعد خلاص تقص عاد خي ساعه ساعه داس ساعه ساعه من الحلقه راه تسقلا مره بعد توب كل مره من غتفق من بعد قلت يو اول ما عيط وعاد تفكر ساعه بعد ندور حضره ولا مشى نقي ضمنت الوقت ضمنت درجه الصيف الصيف تجرز المحراب النجم يا مشى دخ ساعه ساعه يعني الاستش مثلا لا يذكرك ليتني اتفكر بلي مرة دي السي واش رايني اسود قيم درسخه خلاص سينو بعد بعد قلت ساعه ساعه كل دي شراي ما بلاش اي قلت العادت اي العادت نوض واش حدث اي بعد الكاري إيه. خلاص يكتب ربي يعني نخني فلا روتيز زوغ تفاي مارو لا سونترال مع الاسبانيول حسر من امس وصغار دراما نخني اوت هذول الفراغني الجوني صار كذا خدم بيغ تزال الكتاب ولو في غزال مجموعه زوغ الكتب الشيخ عيسى إيه. إيه. استاذ عيسى استاذ الشيخ يعطي الصحه يبيد يعني يسل يسجل في رحاب القران إيه. وانما من بعد القضيه يمارو يسل يعاود يري لابد كان ديبارت إيه. خاطر واش ماشي غتسلد السيس سورس مصدر هذه إيه. سل وصح ينام ملاحظه قال لان بعض الشيء تعاود الشيخ بيقول خصك تعاود طبعا لان بعض الشيء لان بعض لي باساج ولا خصك تذكر مليح مي بعد تسلي داز ديريكت خلاص كلبه كلبه خفر المجموعه تني خلاص يعني كنت سني رمضان على تبع 2014 كان 16 تبع خدمت كل اللي عاد دارت تسلاني عرضت صوني كاع على الجوني ديال الكاسك انا يعني قوس قوس جيت للشيخ بيضا صغور يقول لك تطبع الزيبه قوتك قوت ديما معاك يعني خلاص خلاص بدات تسجل غير ما تسجل نتا الزمام كاع يعني غير اني لا شتيت من بعد القرد بتاع اظن خدني مار في ربعه الا ديس التاريخ الا اني تاريخي الا تراثي مليح تاريخي ان الاحداث الاحداث الحوادث الاحداث ظنت نتخف ثلاثة القسم الأول أحداث الحدث الأول هو أي نيسي وإن كان طرفا فيها هو أشيني مثلا توغ بسكرا عام 37 مع عيسان أمار الخبزي كذا شي حقا بدي طيب نغزو لافورم باريز كذا نغ الحبس من البرواقية يعني أحداث نتاعو هو لكن نذكر ما سنت تفسير إيه. مثلا سنيت سرحن يعني سيدي الحبس بعد أربع شهور لو بدوش الخلاص نوين نقل عن منش الأسباب توقف الدرس قاعد يتكرر دين وحداته كان هو طرفا فيها نغتوغ لاسومبلي نغنم والاحداث اللي وقعت في القرار والمحيط خاصه الوادي شبن التيفيس الامراض قال وقع انا كذا وقع غريب على الاحداث تذكرت والاحداث الثالثه يعني الجزائر والعام بعد بصفه عامه العالم الاسلامي كاع كل 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 خاطر الشيخ مثلا اللي تلا غير يتيني مثلا الشيخ بيوت وخني الوقت النهائي ما روك ولا غرس فيسبوك الانترنت ما تغاديش مليح غرس مثلا المجله تسوس بين قداه مثلا تونس 89 العربي الكويت غرس توني لندرا هنا لندن اش ندي لي مارو من الغريب درك مارو سلغ قبل غدا سقس كذا وقع لي انقلاب في كذا وقع مثلا الرئيس الفلاني في غابون كعقله في الاسلام ام كلثوم راهي حيات الليله البارح عمر وني كلايوت في الاسلام ملاكم لي يعني بعض الاشياء والاسو اصنات لاني وطن تزيري 16 جويلي 17 جويلي 1969 يعني احداث تذكر
ومن بعد تفقي مرة طورت التراث الثقافي ليس ربعة ليس العادات. العادات تظن تخف ثلاثة العادات التي حاربها هذه مرة تقرأ غير فيك تندو تجي غير سامي غاسي نواجدنا مليح كاع العوايد من بعد نتذكر مليح العوايد التي اضمحلت راحت مع الوقت إيه. تطور تريجيتي وبريد زوانت إيه. والعادات الباقية مليح زين ثلاثة ومن بعد بتستمم الأقوال المأثورة ولا الحكم والأمثال يبقى إيه. تونس احنا استعان نقص اللي كتبنا تخسر غاسم إيه. وانما ولدي الاقوال المأثورة مثل الاحاديث الابيات الشعريه لا الصوم زابط إيه؟ نغب الدارجه المحليه مليح حومات اللي تولد يعني 600 قدا بات 600 حومات من الاقوال الامثله نعم نعم امثله اجي غف استخمار وندوت تجلس اولنا ديولنا إيه. اولنا ديولنا ديولنا الهمس كتجنك تداي مليح نتكلم في الحاج مسلم العرس وقتني شتي ما تجينا معلق لنا غاسيه تحضر هاي اول نقص وجنا البتا اي ولا نقص لي زيكسبريسيون عبارات لانزوان يعطيك الصحه الشيخ بيون يعطيك الصحه 350 يعطيك الصحه نعم وني من بعد مارس البتا اي هذا المادي هذه السيول مارطوره المادي يعني مثلا اغنجات تاغنين تاغنين فهمت يذكر المصطلحاته اماس ندورس اماس ندورس يدلو تجرار تيمروت حوايجني جر وقت ندخل الحومات يعطيك الصحه بارك الله فيك حاج مسام باش كنكمل اول غنسلا يعني ولي الصنوره بزان قمت سريع معليش نسيت هو تنغ هاد ندولا نكمل اوني ول معليش من المشايخ نغيمانسن في القاضي يعني في هذه المرحله تقول تحاول ان اضحف بقدر الامكان العادات الا دخلت عادات وتقاليد غيام النيومر وانما هي مؤصله شرعا ومؤصله اجتماعيا ومن بينهم مثلا الشيخ بيوت كثير في دروسه خاصه دروسنا الدروس الموسميه تغي ترجم ومع كذلك دروس التفسير تغي السوا يغلب يتبيد يعني ما اذا تعرض لقضيه من هذه قضايا التراث اتشاس الحق الصدوح وهو ثراء ترى يعني ثراء كبير الثقافه الجزائريه الوطنيه التي هي تعتبر من نقط الفسيفساء لا موزايك لا الفسيفساء الا تخدم سين تفتتنين الكارلاج دونات كذا كل جن من هذه التقاليد حبة من حبات الفسيفساء فسيفساء الوطنية الثقافة الجزائرية التي نفخر بها وتفخر بها الجزائر تلحق تعود إلى القناعة إلا وسيشيني التراث هذه البيعات برك هذه البيعات النقضت هي خطط نص الخرافة التقديمين كان شي علا كان شي والليل الجزيري كان شكذا كان شكذا توني الحق يجب أن تحارب إلا وسي لا يتحافظ توصيت أنه أسنيني يزعلك يلزم أسن تحكيمي يبزانن أسنيني يبزان يلزم أتطفل تسولم تخزرم يعني العمق نين التراثو باش أدي يكون أدي دوم إلى أجيال كذلك في هذا في جميع المجالات سواء آيريت سواء كذا همين شيء والتعيد قنقت شاشيتك شبرتيك دبر نص التشاشيت دو صاو العرب افتخارا بثقافتي كما يفخر بها كل الناس. ما تريتش حجم سؤاله؟ لا لا ما شاء الله. استاذنا طبعا نذكر استاذ علي بيوط مميز الشيخ بيوط. قد قد مناسبه قد قد. يعطيك الصحه. انا يتني الظهره يتهتم ما يغلب ستورات كاع عيد شرايو يتهتم اسيس نربطها. يعني بذكر اول توجد مناسبه ثاني تخير دهايل كما دخل الشيخ علي من بين دائما غادي يسلك ندوت دام زوار اخرها خطرتو اني ايتو غايب اني الحاج موسى يلزم التعاود يلزم يعني ما شاء الله صح تبدا نمون قال مساني الله يحفظ قد قد يتعاون معك لو سمحت برك الشهر بعض الارقام فان بحثوا تفضل الور نانا عدد المسائل اللي دنسو فخص كتابو ناقص تفسير الشيخ بيوض 1582 متى 1582 يعني مساله كل يعني مساله فيها أيوة. تاريخ وتراث اي ايه خاطر ميم يطول الحال 1914 ومن ايه. التراث الثقافي 1103 متى التراث الثقافي ها الاحداث 479 فيها الشيخ طرف 162 المحليه 123 والعالميه 194 عندنا سمار التراث الثقافي اللي نهمنا 1103 فيها اللامادي العادات التقاليد
845 845 والمادي 258. عاود يعني حليتهم رزمختن لا مادي باتريس 845 باتا. العادات التي حاربها 75 عادة حاربها. المنقرضة 258 زوا. والباقية 106 والأقوى المأثورة 406 شاني مارو تقريبا دينو ل دوني السفرات إيه دين السفرات يلا وكانوا فو أنتو شد بسي أشرانتو شسيس بسي يا خيرك يا رب يلا أولا خسادي أتمنغ العمل وياك العمل قاع غيز دروس نشيخ بيوت ايه نشيخ سوش أكتر رسالة بلا معناه كان نتبع يغرمان النغ قاع المشايخ النغ على مر الزمن الشيخ الدبوس الشيخ حمو فخار تغرديت الشيخ ل ل ل ل ل يعني المشايخ خمسة غوصين غنشي كلها غرم الله يبارك لا غرم أعلام ومشايخ وعلماء دين عزام لنتجن دروس هو كانت نفس العمل دي التواج كل حد دي بيني لي تسجل برك إما صوتيا نغي التواري التيرا أدن بيسيسون العمل أكيد أدن السفر قلت الموسوعة الطورات المادي ولا مادي نواد مزار نعم نعم تولي برك على عقب يمكن مثلا إمار المشايخ ربطني وسيد يموت ربطي رحمه سيد ربطي لطول عمرس إيه؟ قالوا لك ليس تفاوت خاطر إيه؟ لوسي مثلا أن شيخ طفيش يتغي مثلا في اللغة ينصب إيه؟ لوسي في الشريعة لوسي مثلا أما جاب لي ربي شيخ بيون كاع نواحي الحياة خاطر أنت يتبع الإصلاح إيه؟ والإصلاح إصلاح شامل يعني كاع للمجتمع عموما يعني كاع دليل مثلا إمار الأنتيغ والأطروحات توجنت تفسيرس لو سمعت شي منهاج تربوي في الشيخ بيور لو سمعت منهاج تفسير الشيخ بيور لو سمعت الاهتمام باللغه في الشيخ بيور الشيخ قنا نواضر نطورها تبرك هاي نواضر نطورها تمام ونو كلمه ايه يبها صح انزوا اللي جنوسستني مارو ماشي شنو ندير تسوفر ضد مثلا شنو نركز في العادات والتقاليد يعني الا نيوتنت في التراث تني دي جنوا لي بهان طرو تني لبعض العادات والتقاليد القديمه الى ني حاربت انت الشيخ بيون نعم هامي حاربت انت الشيخ بيون ايه هامي حاربت انت اولا ان تسمى اختني ان وجدنا تناقض مثلا العقيده نغ الشريعه يعني تخالف الشريعه تقريبا كثر تنينو امون عندي يبدا سيس الاصلاح خاطر هامي خاطر دي الشرك البيئه نوختني ديس الشرك ديس الجهل وختني خاصه دي الجهل نعم الجهل كاع إيه؟ الاسباب اللي نتني الجهل انت ميم اختني سامي راسي نواجدنا مثلا صغادي حارب يقول شخص شنو فهمون شنو نموني شا ياك سوموني كسب يغور بالاعداء سوموني انت سني خلال شي ان نواجدنا معناه في الكتابات وفي التراث النق خاطي خاطي دمو إن وجدت فهمت تسا فهمت تسا تسا مليح الكثرة تنسن قاعدين في الشعوذات السحر الشرك بالله يغلب مثلا يكت مثلا يغلب معروفة ما وصلش توشان يكت حضرتي ذكرت الشيخ عام 25 من 1925 أصحاب القرارة تم أصحاب القرارة مقبرة الشيخ بابوهون تل الصورني للنضلن دي سيماروني يطفل جارز المصلى يتوبنا عام 25 هذا إيه. جديد ونقر نسبه بو هنا جديد إيه أظهر أنت الصورة قديم سي البرجني من نتا لأني ما رمسنا المصلى البرج الكاباني يعني الشرق عند وين الصور يحضر ما ذكرت الشيخ بيون أقلع دو الساعة تقول إيه. أختني فرقن تعشيرين قال تعالى هما توبلات من الشتا كل حد دوسس إيه. السنين دالت نسن نتعالى هما لمعاسن الشيخ بيون اخي الطرف اللي غتقلع عن الى ديس المقام الشيخ الشيخ بابا والجمه إيه. خاطر وسن شي نلحق وانا وسي قبل الحق ما قبرت لا ما مش انا غلا قاعد المقامات إيه. الشيخ باتا الشيخ باتا انت حارب يزد دلت السني إيه. وانا غتقدم لنا تقلع عناش اللي تقول غير في كادوم لا شتيس ولا تسير لا شاش كاع لا يمكن تقلع الشيخ بابا والجمه لا شتيس غريب يلهم تربيت جو قد قد ان الحجر الاسود لكعبت قد الناس ناوت تدقنو منديل تقلع متاع سوجو ما نكتم الشيطان قنو سجرت معنا نقلت قلعوها كاع سوا داي تجم منديل تا وانت ما خاصك تجم قاعد تشارك مديس ولت ولت السمك قادوم وتقلع متاع من الغريب انش انت رزم انت ترزم طرز خلاص هي قطعت دوني حكات إيه. بالديتاي إيه. لا مثلا تقول مثلا سون شي تسل تغسل بعض العوايد الخضراء الخضراء حبسنا توجد حبسنا الشحيه ايوا حبس الشحيه
يعني شو ابري بالسين حق القبط انت قد القبط والمقام من الغرب سي توصل لاريسا في الخمسينات باش تبنى اجن السيكتور باش نسديني قل عند وقع مشاكل ميمة تقل عم يا سدي قلسي نوجدنا يبنى الشوت سيكتور ومن ورزام الشيحية يبنى القبط نش سيكتور التاتو غير متى تسل توقي لها حكا تو انت غلديني نوصي هناك الوقت أموني مثلا أنا أنت عركبت نسلاتين وإن كان خاطئ شركتني مثلا تصغار الليلة نروح هي أرى تصغار أنت خاطر القرارات وزنج وعركوب معنا عركوب العقرب الثاني دوز علوك أقبلي قرنس عركوب دوز علوك الزفر ما إلا من لونتان دي شيخ ناصر وطغى المقام قرنس دع عركوب أيوة عركوب وحدس دع عركوب توحدس وني دع عركوب خاطئ تقول تفزع من المي توبنا يتوبنا يعني توخد من السوق ودي غروم ديني عام 17 لو 2 ماي 1918 يبرح بالراح باللي حمالي كان نرسم السوق يخدم الى غير التوري يعطيك الصحه 2 ماي فرقا باللي السوق نوجنا الكسوه دلالت واني وداي مع البديت اول ماي حقا اوسو اول ماي اوسو 1918 اي واه واه ايوا كنت معلوم شو تعمر ديك المهم ما تاع ركبت سكو قارن باللي صغت ليت نور وحي صغت الجمر تزورت خاطر الغابه بدك دور ما تودع خاطر قارن بتي قارن الله الله سودا مجارو مسكينه اسما بتا خلاص الله الله سودا مجارو ومجارو ما انا ايوا الذكر ايوا مسكينه اسما خلاص حتى تشي تدرت يتسلتي السما قبل ما تروح تودع كاع حتى ولا بدك دور ما قلنا موني اللي ما استزعلوك نقولوا سالكت وسام تختمن سعركم خاطر استغفر الله هي تاعكم نساتي تقدم لي مسل معروف تصغار نديني هي تصغار يعني ميمي قارنا قارن سي ليجون باللي العائل سيت مزوار يدو سنه القرار عام 1631 تيروديني تامزور تامزور تيروديني ايه شغل البار اكثر بام ان شاء الله تاع الدما ما طار واد عاد صغار انت ديني توني تو شو الصفا ونروى مني تزوا تزوا بعد مقابل قلت لها ثلاث وذكر داني قال استحيزا ايوا تحيزا يرجزن وصار 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 اربع ايام مثل حجبت تخمني انا وانا زعيك صغار انا ولا عريس صغار نديني صغار ندير نطلب من ربي الى اخره صغار وانما كصام انت قال 59 60 غمار وذكرت بابس حبس انت خاطر صغار انت العريس الرز درز كي تشوف شيخ بيض الجدي لنا حبست خلاص خلاص تينو مبين العادات يتوغل التقديم يعني شغل مرتبطه خاطر يدي حرب إيه خاطر انت اللي قال الكتاب الجديد هذه تشوني بات يرحم بالحاج القشار ياك ايه اناش عوائدنا سنن لا تقاليد وانما انت يود مثلا سنن خاصه العوائد الدينيه دينيه مرتبطه السلام دعاء الا سير مش غير العوائد مرتبطه قرب انني الوطنيه ايه ايوه دي ايه لا بعد من العصور الوسطى الاولى كاع كلمه انا تقاد نسلت من امول نيل بعت نيل بعد نشرى وقر البيعة يعني خاطي يعني كشعر مثلا عاشورة ايه قال يذكرت ايه قال ممنوع ازطى ممنوع الداني باون ايه ممنوع اخبط يذكرت الشيخ بي ايه 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 ميمي اناش خاطر خاطر ايوه خاطر اناش السني تامر الكره الارضيه لا شمرت تغت الشاو افوناس ايوه السني تبدل سو الشاو والشاو الله ربطة توقع قنوة طاشة توقع توقع الدنيا يذكرت شيء الله ورا أموني البيعات اللي أنت شغل سن معنا والله بلا ما نروح زيارة القباء بنغ الشموع الزيت نغ الزايد نغ تيتا الخفيف يذكر الخير وبركة نغ يعني تينو حاربت أنت شئين الشرك تخزط طلب ربي طلب ربي ما يتليل والله غير سبحان الله يعني غريب ما شيتني هذيك شي ما وقت انا نصص بصح حقيقه تني ايوه البعض العادات العادات الا ما شيتني مونكسند زوانت تي وحدين بصح زوانت واني بعالم بعامل تقدم الحاضر مثلا اني تيغاتين هذه تذكر قدام مره تيغاتين الصرح تيغاتين وبالدليل يعني سيجي تفسيرني قدام من عام خصائص التفسير مع تسليق الاصوات نفعني با تسلغي وجواني كتغاط تبعد معناه لا يتوعد النجم خاطر ميمي تبكري ساغطش بالتغاط ولي في مبابس تقني ميتون تمجيدة باش هادي يبان مبابس الو ربتا تبعد جوا سما لا يتوعد النجم
بات يتوعد جقوات قرب يسمى يتوعد داو قدسونها أنا قلت أنا أساس شاي ذكر الصرحة مثلا وقت الصرحة دول نصر تقول تمدين تقع عرس انت غلط يعني الاكتفاء الذاتي تيني تخابيت يباون دير دي بوجا الحليب تغاط أمان تيرست تدون تزير اكتفاء الذاتي قول لها الطريق التبري أتصلح نقدر سيتي لاش نورمال كل شيء لا تدار كل شيء لا كل شيء لا تدار سبحان الله أحرور سني يمن دي تصدي تدون تزير أغيز تغاط أيسوم لا ينشر تيشور داسين يذكرت نقع البيعته إيه يعطيك الصحة. إيه مثلاً توني وش الصرح نغمة وسونش يعني نور من الكلام. خص غدرك بغن الشيدان يا حج موسى من شيتني لبعضنا إن العويد إلى السنة توريم تنتدان يا ليسو إلى المهم جدا حقيقة. ملاحظة بركة قاسم عشان قدموني دبتة وديك سين نتائج كتابوا. إيه سين نتائج ينفع نقصين جل المشروع مع الاتحاد الأوروبي وزارة الثقافة. إلا يعني تثمين التراث لا مادي لمدينة قرار. إيه خاطر ديما القارسن باللي البرج نور الشمول سين مثلا كلينتي عام 70 يدولد عام 90 خاطر ميت لا لا كارت بوستال. مي قلت لك في النفافة أنا منا أنا ما ماكش 60 عيشة. إيه تموت معناها راح معاها ماش مماتش ما ماش بتا صح زوام عس العويد نسجل مع سنت 40 وحده الله يبارك 25 تراس و15 مامنا يبها توني قدا غير خرج قدا المهرجان قدمت يعني ناله اعجاب يعني الاتحاد الاوروبي واسمهم ديميغا الحمد لله لي 60 عاده و40 مهارة حرفة الحرفات يعني فوس عادات دينية وقفية المناسبات العادات العائلية الحرف التقليدية والألعاب التقليدية يعني قاعد تجي من ديالنا عندنا بمثال بعض الأمثلة يعني لبعض العويداني في المناسبات العامة ذكر مثلا أعدي نويسوم أعدي نويسوم دبتة دا أعدي نويسوم أعدي ويسوم توقيت الوقت توقيت الوقت ليش البوشية الجزر أيوة إيه ليش الجزر السوق سوق وديق وخدم قرر السوق جديد دول مثلا يخدم تويزان الغابات نومون ملاقة دي جماعة أنا أنسق تيخسي توغرس بعد طوزون لسي قاعد يقل فن طوزون جرسن وبعد يعني لان بعض الوقات التاوي دايسهم در ريال أجي دول الريال ميمي خاطر الزنزن البدرون تني تدوار تني تبجنيني نحوجات الزنزن قادر أدخل الصنصيص تيخسي الوقت ني مثلا مثلا تيخسي زوج دورو وثلاثة دورو ساعات عين ربع عيني تقيم كتر بعضو التاوي دايسهم تاوي در ريال ديك تدعاد صوايم عامك قدع غفص غصنات نظوري بك سيبر رح السوق باللي حمالك الساعة لساعة الساعة ما يسوم سوش سار من نفسهم قارون تروى إيه عام 43 الله اعلم 42 يبدا زنزي تيحون اسم دي تخلي الجانب التضامني طبعا تضامن العادات ودي بعض الابعاد يعني بعد التضامن تضامن اسم كاع متعش كاع متتش كاع متتتزا مليح يبها بتداني سانشي او اسوفغني مندي مثلا اسوفغني مندي من العادات العائليه اسوفغني مندي وني زعلك نلحق نلحق صح العرس لو سي قال قال سبع ايام حنا نغربلو سبع ايام حنا نوجدو زعما انت العرس خاطر اللي مرمت الليله خلاص يا دار روحي شنو شات سني براس تفرا إيه. تقول مثلا سبع ايام تدوجت سي قبليا اخذ مثلا السني صغار السني الصابون إيه. يعني تسير نس مورا ومن بعد ما عاد السنو تسقى غرس العوايد سمع سي الفطور بات الجار بات حوم زين غيلان دمانايو مات الوقت كيفيه تسمى نشرت ناس من غتكرم الخيط دا داري الى اخره ومن بعد جسي مارو السنين وعول عند اسوف غني مندي اسوف غني مندي سكو تجن داوني قال قد غات شد قال قد نرقبها مثلا 100 200 غيلا إيه؟ داوني قال قنطار نقصني قنطار انت بكري صون الصافي سلقلبت معناها فرغن هذا إيه؟ سي مارو عزام بعد نزع لك انت عشيرتها ما سنتي دار السن تيم الحفت البركة مارو سوفون قال قد اين غادي كفان قال شو يعني تقطع فوفوس باركتني باش من بعد اسمو شني باين تممت دودي ثلاثاي يعني نحضر جنين ومن بعد مارو كل الجواري اختضمون كاع الجواري انت احما كلشي بسي وشي بسي الزنت كاع الزنت كاع قنطارني توزع في 30 و 40 دار الترحات تشارك باش تجبس مص اللي عرسني كشاركه ومن بعد حما لكم ازدرن قال ازقنت اسمو زقنت كاع خد ازقنت كاع يعني تي ويزاون آل سنين وشي مليح كاع
كاع ماشي كنطرو على الخاصيه التضامن التضامن تكافل اللي تبين لازم كلاب الزون امر كونتي كل شاركت يبها يعطيك الصحه. ذكر داني تنعزم غدا معلت خاطر ديك شي معروف يعني نسنت بتداني وزانو مسافر المحقون مسافر مثلا ادوال مسافر اسمع بتدا اسمع 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 سكو مثلا اول مش نسحي التاريخ إدمام بنا طبعا نزوج انت بزان يعني نتني انت بزان يعني خطر درست 18 عام درست الرسم الله رزد وانت عايزوت مثلا نتسعة على وسي نتسعة عن 10 11 تي بزان تي بزان يقول ما تبدا تزرليت قرناش تبدا تزرليت الدارت سبحان الله ميمي خطر يعني يعني تدارتها تمطوط تدارتها سو ملي صارت تسافر غادي تسافر جوج عامين ثلاثة أربعة تدور الرسم حدا المال تكون المهني سلمان كاع عمرو مليح اما اسمع سكو السني قال قاول اقاولا بتاي الخطاب الاخري مروا رسميات دي اسم الخوج انا الكاتب نغا اسم محكمه على زوارت الدارت انت مخلوقته هذه قيم العتبت يعني السنيه الدارت السنيه خبرني مثلا حتى سكت خالتي صوم مسح تزعلوك تزعلوك تقيم فرتورت مع تزوتني هذه السي ولا مروا وني المحل العون العون قرس العون العون لاجون العون المحكمة هما اللي داريت ايه هما اللي شميت فلانه تسمى قالت تسمى فلانه بنت فلانه ايه على بالك حماك بابا النمله وشام فلان فلان بن فلان بن فلان اي ويني اللي ما عليه نغينيه اي ويني ما عليه يا مولي نغيني ما عليه قصه ايه صغير لا قليل تنغى تجاوب اسمع خاطي تشاور يسمع ايه طولي نغيني بحالك شغل شغل مهمه تسمع ايه مارو قليل اللي ينسل قليل تنغى تجاوب لاش ايه من اسمع داري تسمروا علامه تسمن السكوت عدم من الرضا الرضا إيه اجاو مره تم خطين المعسته وسرتني خالتي صنع متيس إيه حماك كان رضا كان رضا إيه تمام اسمع إيه يمكن هذه ريا باللي غادي شو تسجلوا السر الديتاي المهم نقول سمح مليح سمح مليح ايه من بعد نسمعوا يدقع كاس وفغني من ديس ونسق الله اكبر تجروت العرس ليله نور وح شارد وسان زوين متى داني سان وسان سبع ايام ام غود نتمليشت ايه ايوا ونيز مشتيتي ايوا تونس ديغلو كل بغص أيوة. توني خاصة من الغالب يعني بتين من شي يعني المشروع لان تيقول بعض العوائد عامة عامة اي ما ميغرمون اي لان بعض يعني غير القرارة برك قال مثلا ندمون ادريم كثرت غير القرارة اي ومن بعد الناس لان بعض العوائد عامة غير سيقل جانب مدن ايه مليح قلت لك فئه ميد مرق قال شي جابر قال دندون قال حوايجني لا باني دبابس مليح كاع من بعد لان بعض العوائد خاصه بالعائلات ايه مليح عائله نتاعنا احنا نديروها نشي نتجات ايه كل عائله تغرس نتجات نغلى عدو ايه قال لك العائله نشي نتجات المعروفه ولا نجي الحنابل نجي الس كامل لا تحكينا توسيت ونسلم على الزنان نجي مثلا نحر واش غبشه ومن بعد يوزن ها الله اعلم وش سكوني فورت من الغرب تنين الحضر قواس سنقدا كاع شويه سوين يا مي الدنيا سوين قهوه مع جارز القيلت يا لي السحاب غبشه على الشجره يا لي السحاب دلمزن تاجني وتنين انتهى السير داغ غادي يغدني كاع السيرت لا لا نعم سبحان الله ومازال حياه تون تدر توني من العادات من بعض العائلات هذه قيمتوني مثلا تمليش يعني مغودنا تمليش مغودنا تمليش يحكى تونو عند خلغر نريد من غنان الله اعلم التغيير خاطر يتوالى في الحال اسم العرس انتهى ايه تجنتي ميتور سوف يتشارد وسان اي صح هذا ديك قاسم الملكي ايوه ايه يعني الصرف تشعل المراه مغوده ما دي عمد تفاوت ايه وقال لي صرف صرف العريس هذاك شغل الشطاره شغل الشجاعه شغل ايه مليح بالفعل ماشي تذكر ديتاي زوي زوي شنو التاريخ يتوالى إيه توني تذكرت بلي عائلة تتورو نظام أيوة تواري إيه لي تواري إيه خلص. تقوم نسوة التي زدنا عائلة تتورو من عشيرة تمليشت في آخر ليلة من العرس السم جارو أيوة العرس ليك صحيح. قبل ما غاد زوان له القاعة زوان بإشعال بعض الحطب تشعل أيوة. إصغار عند توفر من كده وغيره وسط الدار أما زنت الدارت بحضور العروس ووزيرتها يعني تسلت أيوة. توزيرينس فيقفزن الواحدة تلو الأخرى قفزنت فين تفوتني متخطية النار تعودنت كذا تعبيرا عن الفرحه بمرور مراسم الزفاف بسلام يعني الحمد لله يقضى العرس دا وحدي هيو انتم مثلا ديك العادة مثلا وين كان ولدنا تقيم ديما راه كل حال يتشري ممكن ماشي كنت تلبس النيل وانا قشعر جات علاش علاش تخي قد ديتاي ثاني قاسم سمني ذكر جات قاسم مثلا كاع حوايجنا عن يزمن قبل السورس يعني سماني أيوة مليح دخلت غنبحث تاري ونشد عبد الله اي مثلا نسلي قشان شك
انسل تكتب تسال تبدا المصدر بلا مصدر بلا باتلش للبعض اللي مشان لش قيم از قيم البنت غيمت وانت مجيلها اي ابري فلان دوك قرا سوره في التجاره تنغ الحامل اي اي اترغ 50 60 عمل دفر دي عمر دوك فلان حمالك بيت فلان بتي ترجم اي حكا اي هاي تكمل باش عاد عن عن عن, عن, عن ابهال المصدر موثوق جمع يعني. جمش انتج الحديث علم الحديث مليح. التجريح و اي قد إيه تعديل تعديل تركيز نتبهون داني تخفيف توني العاده توني خاصه خاصه نتبهون غير التاريخ مثلا ايوه تركيز بنت تركيز نتبهون تركيز تركيز عند اثنين مسمس شنو عمود نتبهون تشمرت انا صح بما اني عشان تور خاطر من يعني العائله الحاكمه تقول قال يعني في وقت مسمس الافراح سبحان الله اي تسيك الفرقه مرزوا تمدين اي شغل اهداء كالمشاركه نتاعنا العرس نوم ايه مليح هذول مور تركيست والتسنين تاع القنديس كاع اما السي دار داو تنت صوير داني بات يمكن مخرج يعني مارو الانتاج نموج على كل حال نموج وانما يمارو التطور يعني انتاجنت غير خاص شغل الهرب دو نويل ايه كملني وانما تاع القنديس كاع يمارو ما لا ضوا طاب بتاع الخريف هذه وانتيني بات الشانه دول اتجد غنان ولا غرسي مارو غناس بتا إيه إذا عليك تحفظوني بطير حمد السيد إيه إما روى تغنان إيه تاون ديابين لغاية السيائل هين طايفت أهل هودين إيه تغنان إما روى لغنيتني المعروفة يا بالله رجي طويل الكلمة داون تدمعس إيه مليح تسمحات سكيفين أتك بلان تغنان لم تسنينت إيه صغات قد قاعد بهزني إما روى بورس مني دبلان تبين إيه مليح الظهرة تنضاتوني إيه الزواط قيل لي ورتج انت مرمو بالك مغلق انا غير جرس اي قنش راموني بصح طبعا لا جسم شيتني لا حميد النزوا دوناتهم بكريه علاش يعني تقيم ديك دقن الرمز وخلاص اي اي يبها سين قد غسان عاد نذكر يسرا مثلا كان قر دلول وكان عزم علي لاني توارد راني تحيز اسوالف نتسلت بتاب السيدود بتاب السيدود تيتبع سيدو لي سمس وغمان راح تفضل خاطر لي ديس منا والعوايد حقيقة من توني مانسي عمري من سلسيسنت توني شي مانك يعني غريب غريب ايه غريب ايه سكو اختصر حجم ساخ خاطرش الوقت ممكن لا ايه معليش حزاين غير حكا توي ايوا توي تكرت انت غردان تفضل ايوا تكرت انت غردان غريبة تكرت شي قبيط ايوا اما توي نفقس تفسير سما سوني نسال ايه سيدو راح توني بسيدو سكو تبرخ ساتين بكري غادي لي واسي قدنا مثلا مسحنت نص جنت نايل ازونت مارو بدات لك تسلت كننا تسلت بعد ارجس الغايب ازور ممس ازونت مارو استماس يعني تيرا ناموينس هي هاد قيمه تمحس من ودازها من ود ساعه قبل الوقت لان كلينتي الحرفه بالشاء لان عزمت عزمت يعني كتب ربي زاريت نص نقول هو الله قال ناس اكل الحرف خاطر قاعد سوس اليوم برك نطير ازونت مارو دخ قاع استغاوسي وين سنت نيت قرداش نيت تلمت نيت ترقع ترقعت لا المهم قال التكوين المهني منه هدف داس اللي تني تمدو تشد سنت نزوج الغربت فايت سنت لما عاس انت قالت مم يعني ممس تسلم مدرسة تدبير المنزلي تمام ومن بعد انني سي قال اكتوبر لي مارو ماي ماي على بالك مارو الحدث عند وطر الغابت مليح خلاص الفرق اسنتين ايوا قدها غفشمت عشان ان شاء الله ولت تغاوسي منهم اسنتو الزر حقها قرطاس قرطاس الحني مليح ايوا تش ان شاء الله نجب السيدود بالسيدود يهم امون ايوا هذا اسم كلمه بالسيدود واش دغلو وضغط بها هذا اسم سنينت يعني توخش تشمس تبهات ايه قنت الحني اسنت مودي قال موش شوم ساكن خيط خني يعني الحال حال الله إيه؟ مول بسي اميليوري روبا اميليوري خاطي إيه؟ البيري لابولي مثلا قلت كرش انا تبها سويس هو من قلت وشو البنات ما يبا خلاص الزهنت يا السوف انت مثلا تسلتني غلو غلا خاطر الدروس ميد نقدعن ايه هضر واحد الشيء حدا غلا تفق اضطر بسم الله اسنت خاطر طاي زوج طاب زام ايه بابا اتفق اتفق يمارون خلاص انو داز هايني هاد الفرق بدل مع السماني مارو الحكمة ثماني السماني تيوي الريالي مشات تسغل حني انتو الحكمة الاقتصاد سيكو لي ستشورني سي اكتوبر المايو كل يوم انت سنتت كل يوم ثلاث تجد بسيت زوطوط نضف طامورت صغات فغنت قلت كلي تجرو جرو 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 سو قردش سولو متى صغات تحاول التوي غتبيعت ايه هاد الزنز دوفتني ستوجد الريال الريال الناس نتصغي مرة دايسهم دلحني
لا تزهنت بابا يبها زوين يعطيك الصحه. اي زوين طبعا مشيتني سؤال راه نطور لبعض العوايد يعني استاذ حاج موسى داني عيسى حلال. عيسى حلال فرق متزلط ياك توني مثلا عيسى نزل عيسى حلال فرق متزلط اي بتا توني بتا غير ديك التقاليد خاصه مثلا وفرق متزلط اسمي ما كل حد ماشي انت خاطر ديما رمزت خليتني نمن مريم او يسرجم والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم احيا اسم يعني لي بوين كريتيك لحياه الانسان سغادي لي ولد ولد سيزاريان لاكسيدون غناتي الاول مما سدر لاباس عليه سغادي ما تولي مود خصك اكسيدون يموت على هلس يشهد يوري الوصيه تاعين ويوم يبعث حي شي داني مي بارمي تلا اوم نو غرسان ثلاثه المراحل ابدا نزلت دو سافر مزوار فوي تشار العرس العرس انه يعني تغيير الحياه المراحل يعني مراحل تاثرت الحياه قبل نبها الوضع عيسى حلال تمركا تمركا خاصه مع دام زوار تدارت نوتي بروكسوسين استنى فين هذيك الحاج جديد يبها يعطيك الصحه اسقن مثلا سمورا دي جديد الحفايات نغانات السلم مثلا الجسد عيد تول الجسد ميمي مثلا ساي سحلال يو سي ترجمه لنا لا تعرض جيران سي ايت ما صحاب بس المعروف هموني ربي الصوت هاي انت سول غاش قمان بدا الحصه السجال اني غاش بت لبعض العوايد حاج موسى كنت في لا دير ولدت قد عنت مثلا شو ديك المثال والعقيل غفص اللي غاش مثلا من بين غريب من بين بابا حاجو بابا حاجو ايوا شي ما نخصني باختصار برك اي بابا حاجو ذكرت لاور الشيخ مي شي نذكر خاطر نتسلى سيتو غنبحت اينين زعما ديز على كي الوقت النت يتسلى نغام بتا تقول من عاشور تقول محمد بيوض اما البعض يجي لي اختي تقول محمد عاشور اخر مره توجه وقيل العسل قلت محمد بيوض البترهم محمد بيوض اي يا بات ميس الشيخ بيوض البترهم ايوا في اول الخمسينات باختصار بحجم تاد بتا تا قال مخلوق باين من عائله باينه ديد من طائفه باينه مدن انسان مدن تمجيدها ما شاء الله يا عم راه ما سنت في المدينه تغلاتنا تا ولا هذيك قريمه راه كلبلو سته برشانت ديك قلنا مضل داز علوك ديك التعكاس دي سيمارو يتسرسر تسر دي سرس لين حوايج هادي وطا دي سيمارو مناسبات اما حد يقارن خاطر واش فين حد يقارن قال فرح يقال العرس الفازعه شاي نورار يعني انت سي تون بيبليسيتي معناه دي سيمارو سي ولا نسوب ولا يخبط يجروا الغاشي يجروا الغاشي اني مارو مثلا الحراك سيمان يا لا كرون بوست لا يتاز مع سنين ديال السوق نوج السوق ركوب اني نورار الغاشي بابا حاجو سر سر بابا حاجو سر سر باش يجروا الميدن ناس هذوك واحد من عشر بتل ميمي بتل الرمزي ني الله اعلم ما الاجتهاد صلى الله يرحم الى يتقند برشان ونتني ني خاطر يوم الزينه السنين الفزعه تسند كاع تاع 20 كل كنت لبست قالت عليهم كذا ونسو ملال ونتبتا ونت كوسيم البلوزيت السلاح نسند كاع باش نوت هذا خاطر تسمرت خاطي مناسبه الفزعه غير بارود شاشة بارود دي ايه مليح قرابيل يعني المنظر ني ميت نقعد تفرج انت شنو نجي كومارنت الى ما تتابعش شات سنتي تاون ميدن اما راك عندي تا داني قاسم هذه قيمه التاريخ باختصار نخسرت نحيا نزوايا شي مخنا قوم بات يتحرج بسي امس امارو يقواس دخلت من جيده خاطر داني دي ساجر يعني المشروع عندنا الحوايج قديما ايه الوقت اللي يقضي حاجه إيه مثلا مش كان ايوا تفضل ايه بعد نفو في تكوف تعلق تزيت ايه فورديس يقول شي يطبق ايه باركي دوزي شمرخت او يقعد عند البلوز تيتقن سبحان الله ظلم ظلني تاع كاس برك توفيق سلسلني وفيختن إيه لا غير مصوره ايه الشهر قدا نعم 40 عام 50 عام يصلح توني يمكن مثلا جمعيات وخاصة بورو طنشاتني في عودة تجد مثلا مهرج ايه تجيرو دو مليح السنة بن الرقش هاي ترني اسمو قزاط باش عبد الحاج موسى شني تنمرت يعطيك الصحة اقدر سديني يعني كاع العادات التقاليد اللي نوفين ولو نوفين دروس الشيخ بيوضي اللي يسول تنمشي تنيت في كل هدف اما يذكرت باش كان ياديني باللي لك لا يتوتس نغي ذكرت باش كان يسون جميد نهض تطفن يعني تهلان دي سجار نغي ذكرت باش هكا هذه قيمي ديما نغنش راه نغ عفوي بصح قالوا لك الزمان نغفر هذا حاج موسى يعني نعم. العادات والتقاليد وخاطر ولادي قنش راه مقبول بكري مارو خاتم طبعا مقبول طبعا طبعا العهد
كانت الظروف تبدل ماشي تنيد البعض نيد شرا تبدل يعني بالتالي زمان غافرزنا ون العوايد ون بكري نغبت تحمل لك باختصار هذا الخلاص غنقول إيه خيبت أنت لهذا إجلسي لها فنوني إيه أول على غرش أنسيكلوبيدي كل غرما عندياوي الإنقاذ فايت سنت مرة ديس العمل لزنتروبولوج يعني أصحاب أنتروبولوجيا علم الاجتماع إلا عم اجتماع ميمي تني ميمي ميمي بعد تفرز زيمارو خاطر ماشي تنعطيني خيرات خاطر زوانت مع الوقت واللي خصها تحيي غير قشا لي زوان الوقت خلاص خاص معنا علاش خاص معنا هذاك بغيني غادي لاقن اتاقلم مع الوقت اتاقلم مع الوقت انا بصح الهدف الاول لازم تستنى باللي عندي طورات يبها عامي الدم خاصه صادق من الوطن الجزائري صادق بامو لاكارت جو مونيتين دو فسولي دبتا سما تفتخر به لا ريشيس معناه الثقافه التراث عندنا بصمه ونتعاونوا ان شاء الله باش يعطيك الصحه حاج موسى شنيتان ميرت والله يبها تقيمت معاش كان يعني بركه ديني غير توات الحاج موسى العفويت يعني بدا يزق غير سيول غير ذكرك الاسم من قلت العاده تبها العفويته سواء منين يعني ماشي قار ان شاء الله تبي مغفر نغشره طبعا ولادي ان شاء الله انت وانا لابد نفرز يعني باش كنت تحمل مسؤوليه مادام لن تؤرخ نتوارين المهم يبها انسن تاريخنا انسن تراثنا غتنسن تنجسد اللهم تنسنشين إفاس الشاد يسحد بلا أدياري غفنغ يرنين غيس مونكس يا كامو أني شو هي مارو التاريخ النغ ضد التراث النغ ونجي أدندول نجيو النغ شرا دا واحد ينجي أدندول لشولا شرا سوى مني لزمان تهلا ونطورات عندو طبيعة شرايو طبيعة تقبل الفراغ قد قد بدت ونوري التراث النغ تاريخ النغ برك ديما ديني غعاود غير لزمان غفرز نيت شرايو إيوال نيت وقارن دوايري نيت وقانن ديت شرايو كاع أفرز نسيت ما تسمات غني كنت بين تطفيصة ونتقيم التبهان مع يوات محاج موسى خبزي أو من وعد إن شاء الله هادي وربي دي سهل إقنو ما قبل خاطر كاع ماني غنرزم تفز ديغ لادي سيغل بني والن أتوارنين عكوا طريقنو ما قبل بسلامانو تكسح حاج موسى بوش عرفت ديما